Good morning. نحن اليوم رح نشتغل النمبر 18 and number 19 بدرس الفراكشن وتحديدا بجزء الكومباريسن. طيب النمبر 18 شو بيقلنا؟ compare the following fraction after reducing them to a common denominator. نحن عم بيقلنا هون compare يعني بدنا نقارن. اوكي بدنا نقارن هودي الفراكشن، ولكن عم بقلنا هوني after يعني من بعد ما نعملهم لـ common denominator، يعني بنعملهم نفس الشي تحت لنقدر نقارنهم. أول شي عندكم 1 over 3 and 3 over 10. طيب هيدي مقسومة على 3 وهيدي على 10، فنحن لازم يكونوا هون نفس الشي تحت، فبتضربوا انتو بتعرفوا انه 3 times. اوكي هوني ما بتزبط معنا، 3 ضرب قد ايه بيعطينا 10، ما بتزبط معنا، فهون بتضربوا بالجر، يعني 3 بتضربوها ب 10 فوق وتحت، وال 10 بنضربها ب 3 فوق وتحت، بنعملهم بلون تاني عشان يبينوا عنا. 1 times 10 equal 10 over 3 times 10 هي 30 and هون 9 over 30، ضربنا 3 times 3 9 و 10 times 3 هي 30. فهون يا شاطرين مثل ما قلنا عندكم اثنيناتهم بالدينوميناتور عندكم 30 30، التن هي أكبر من 9، فبتحطوا 10 over 30 is greater than 9 over 30. طيب هون نحن بنعرف انه هون على 100 وهون عندكم على 10، انتو بتعرفوا انه 10 times 10 equal 100، فأنا هون التن بضربها ب 10 فوق وتحت، وهيدي بخليها نفس الشيء 69 over 100 and 70 over 100. طيب هون إذا بدنا نقارن كمان نفس الشيء، عندكم 100 100، 70 هي أكبر من 69. طيب لننتقل لثالث وحدة 1 over 4 5 over 12. نحن بنعرف انه 5 times 3 equal 12، معناتها هون الفور ضربوها ب 3 فوق وتحت، بصير عندكم 3 over 12 and 5 over 12. طب هون 12 هون 12، 3 اصغر من 5، فبتحطوا انتو اشارة الاصغر. كمان هوني عندكم 3 وهوني 4، في شيء مشترك بيناتهم بالضرب، فهوني شو بنعمل؟ 3 بنضربها ب 4 فوق وتحت، وال 9 بنضربها ب 3 فوق وتحت، فصار عندكم هوني 8 times 4 equal 32 over 12 and هوني 27 over 12، فصار عندنا هوني 12 12، 32 هي أكبر من 27. هيك بكون خلص النمبر 18. هلا بيبقى لنا النمبر 19. شو بقينا النمبر 19؟ compare the following fraction. بدون ما يقلنا أنه نعمل نفس الدينوميناتور، نحن لازم مجرد ما يقلنا compare وعنا different denominator مختلفين عن بعض، فلازم نحن نعملهم same denominator، يعني نفس الشيء يكون. طيب هوني شو عندكم؟ 2 over 5 and 1 over 4، هوني على 5 وهوني على 4، فانتو هوني تضربوا ب 4 بالعكس يعني، وال 4 تضربوها ب 5، شو بصير عندنا؟ 8 over 20 and 1 times 5 هي 5 over 20. اوكي طيب هوني عندنا 20 20، ال 8 هي أكبر من 5 فبتحطوا الأكبر، صار ال 8 over 20 هي أكبر من 5 over 20. كمان نفس الشيء هون 5 over 4 and 6 over 8. هلأ هون نحن بنعرف إنه 4 times 2 equal 8، فليش هون أنا أضرب ال 4 بال 8 فوق وتحت وال 8 نضربها ب 4 فوق وتحت، فهون بتضربوا بس ب 2 وهي بتخلوها نفس الشيء 6 over 8. طيب 5 times 2 equal 10، 4 times 2 equal 8، بنحط بيناتهم and. طيب
عندكم 8 8 هي سيم دينومينتور نفس الشيء تحت. بالنسبة للنيوميراتور هون 10 وهون 6، فال 10 هي أكبر، بتحطوا إشارة الأكبر من جهة ال 10. وهيك بنكون خلصنا نمبر 19 ودرس الفراكشن كمان.